نقاش اليوم في موضوعنا اللي هو الإدمان بصفة عامة، كيف علاش نتجه للإدمان، شنو ما الأسباب اللي تلزنا للإدمان، وشنو ما النتائج والتابعات لظاهرة الإدمان اللي خاصة اليوم الحق هي كيف ظاهرة الهجرة الغير نظامية كانت قبل تخص بتتخفئة عمرية معينة اللي هما شباب، ولكن اليوم ولينا راو معناها راو في شباب، راو في حتى في أطفال اللي هما في سن المراهقة ما قبل المراهقة، راو بنات راو أولاد راو حتى ناس راشدين اتسيتيرا اللي هما يتيحوا في البياج متاع الإدمان. هذاك علاش باش نتعداو توت سويت لفقرتنا مع وسام اللي هي أعطيني وذنك. أعطيني وذنك. ريتو مرة بعد سنين، صاحبي وعشيري اللي من الصغرة متربين، ريتو في حالة مش عادية، العينين محوقة والبدن سكولات مرمية، ريتو مانيش مصدق عيني، وجعني قلبي عليه، مشاف ثنية ما نجمش يخرج منها ليه ليه، صاحبي ولا مدمن كحول، صاحبي اللي تربينا على الطاعة والصلاة وحب الرسول، مشاف ثنية غالطة، غروا بيه الناس اللي مش مخالطة، هزوه في ثنية آخرتها الموت، من الغصة مشيت له نجري، شبيك أحكيلي علاش هكا، قال لي شوف لي حاجة علاش نتكة، أمي بابا بعدوا علي، من اللي سمعوني نشرب خلاوني وحدي في ثنية، لحد كلمني ولحد سأل علي، لقيت روحي وحدي بعد ما غروا بيا الأصحاب، ظنيتهم أصحابي ياخي طلعوا كلاب، نهار جربت وجمعة تعلمت لين وليتي الحكاية سنين، صاحبي وعشيري اللي من الصغرى متربين، صاحبي اللي كان نوارة الحومة، اللي حبوه صغار وكبارات الحومة، توا في الشارع وحده لحد حاس بيه، كل اللي يكلمه كل اللي خلاه وحد ما سأل عليه، ريتو جات العين في العين، صاحبي وعشيري اللي من الصغرى متربين، وعرفت لي المخدرات متهزش للأمان، تهزك الثنية واحدة اللي هي الإدمان، اللي ضر لك صحتك واللي دايرين بيك، تلقى روحك وحدك وحد ما يسأل عليك، فكيف تريد الابتعاد عن المخدرات وأصحاب السوء هم المضرات، وكيف تريد الصحة والأمان وأنت في طريق الإدمان. هذا هو دونك كانت الإسلام متاع وسام في فقرة أعطيني وذنك. أعطيني وذنك. إيش قولكم في الإسلام؟ كالعادة يزمنا توا هكا ثواني باش واحد يفهم روحه يربص روحه يسترجع هكا القوة والموجات الإيجابية باش ينجم يواصل. بركل شنو هال شنية هالإبداع ذا وسام؟ مش حكيت إبداع ما مش حكيت إبداع كقاعد عرفتك اللي عرفت ليه؟ أنا عرفت متواضعك مش حكيت إبداع ما خطر بالحق حكيت على لسان واحد يرى في صاحبه معناه كيفاش مشاف ثنية غالطة معناه ملي كانوا عايشين مع بعضهم متربين مع بعضهم يرى معناها روحه يرى في صاحبه كيفاش معناها مشاف ثنية غالطة اللي هي الإدمان يرى خطر الإدمان شنية أسبابه اللي هي الصحبة اللي مشي بها هي هم اللي هزوه معناها الثنية غالطة يلقى روحه بعيد على دارهم خطر مش أكيد سولي مدون مشاكل هو داركم مش لوك مرة اثنين مش لقى روحك تمشي في اثنية غلطة مشاكر هو لقى روحه واحد وانا حبيت نحكي على لسان هذي حبيت عليها نوصف الوصف متاع العبد المدمن راهو كما قلت معناها العينين محوقة والبدن يولي سكولية راهو بالحق راهو الادمان حاجة مشي باهية قلت معناها اللي عرفت المخدرات ما تهزش للامان ما تهزش للامان تهزك الاثنية واحدة اللي هي الادمان يعني سؤالي مدمن عليها واخرتها معناها موت نحب نوعي العبيد اللي قاعدة تمارس واللي تخمم اصلا باش تعمل حاجة هذي نقول لهم سايب عليك وردوا بالكم وان شاء الله يكون معنا نفيدوا به العباد اللي تسمع فيه اكيد به دونك انا نعاود لك الكلمه بيان كو انت هكا بكل تواضع قلت ليه هو ابداع راهو مش اي حد عنده المهاره بتاع باش يكتب حاجات كيف ما هكا سورتو اللي تحسها هي حاجه جايه من القلب دونك حاجات نابعه من القلب نابعه من حاجه بالحق صادقه وللامانه انا وسام عندي القاعده اللي هو فبنعمه ربك فحدث دونك هذه نعمه من النعم اللي ربي عطاها لنا دونك انا نقولها ونعاود ثمن لك مجهود دونك ان غران برافو يعطيك الصحه على الابداع اللي تقوم به ميرسي الوغ نجنج عايل لله اعطيني فوالا اعطيني فكرتك او مفهومك للادمان الادمان اللي كان يحكي عليه وسام توا معنا وتناولوه هو الادمان على المواد المخدره
لكنه الإدمان ما يقتصرش وما يقفش عند مواد مخدرة. نلقاو الإدمان على المشروب الكحولي، نلقاو الإدمان على المواقع الإلكترونية، نلقاو الإدمان ينجم إدمان الجنسي، الإدمان على الألعاب الإلكترونية، الإدمان على العنف، الإدمان الجنسي، الإدمان عنده مظاهر متعددة. أكيد. نجم نكونوا فايقين به ونجم نكونوا مش نفايقين به. صحيح. فما ناس مش عارفة روح اللي هي في مرحلة من مراحل الإدمان على خاطر في مخه ملخص الإدمان هو يساوي استهلاك مادة أو عشبة مخدرة مش هذا أو قرص اللي هو مش هذا المفهوم المضيق للإدمان. الإدمان احنا ليلة نحكي فيه الإدمان بصفة عامة، الإدمان بصفة كلية، الإدمان اللي يزرنا أي حاجة تضر الجسد وتضر العقل هي راهي إدمان. يلزمنا نقاوموه، يلزمنا نلقاو له حل خاطر عنده مظاهر. صحيح. دوك هذا هو يلتحق بينا توا ناخذوه اشو مسكين مازال ما شربش عرقه، مازال يتنفس بالسياسة، مازال كيطلع الدروج. دوك اهلا بعمر جيزاني. عسلامة. عسلامة. ديجا تسمعوا فيا بصوت الدروج. اما سافا الحمد لله خلطت فريمون. من اكثر الحاجات اللي لقيتها صعيبه الايامات هو اني ننظم وقتي. اما مش مشكلتي ننظم وقتي، تنعاونوك مش مشكلتي تعاونوني. بيان سور. اما ديما باش نكون معاكم. شو قولك في عوض نعاونوك نعملك حاجه ما احلى، نعملك حصه في تنظيم الاوقات نتاعك، كيفاش تجيري الاوقات نتاعك سواء اوقات الدراسيه، اوقات العمل، اوقات الانشطه ايتترا، خاطر مهم جدا قد ما تنظم روحك. مهم برشا. خاطر النظام هو نصف النجاح. صحيح. دونك النظام مع رغبه يساوي نجاح 100%. دونك هذا نصف وهذا نصف نحطوه مع بعضهم واكيد نوصلوا للنجاح. اوكي. دونك جوست نحطوا عمر في الاطار. دونك اليوم باش نحكيوا جوستمون على الادمان بكل المظاهر نتاعو. دونك باش نحكيوا على الادمان، كيفاش الادمان هذايا تطور وكان محصور في شريحه عمريه معينه او فئه معينه اللي هي تخص الشباب، كيف ما موضوع الهجره الغير نظاميه وغيرها. ولكن اليوم بالنسبه للادمان خذا برشا اشكال متعدده، ولا يمس برشا شرائح عمريه وبرشا فئات، ولا يمس كيف ما يمس الطفل يمس زاد الطفله بمختلف الاعمار، كسوا اطفال ما قبل المراهقه، المراهقين، ولو نحن المراهق كلمه مراهق ماش نستعملوها على خاطر ديجا المنظمه العالميه للصحه استبدلت مصطلح مراهق بيافع. دونك يافع اليافعين يعني، او حتى الراشدين في وقت من الاوقات. ساعات انسان يكون مسيرة حياته الكل ماشي ما بين ظفرين، مستوي قد متوازن، عنده توازن نفسي اتسيتيرا، وفجأة ينصدم، تصير له صدمة في الحياة، تصير له معناها يصير له احباط من حاجة معينة، تصير له ديسيبسيون مثلا اموغوز، مثلا كان يحب عبد ولا كان يحب شخص اتسيتيرا. دونك تصير له مشكل كبير اللي هو ما نجمش يتجاوزه، ويتيح جوستمون في الفخ نتاع الادمان اللي نعاودوا ونذكروا اللي هو ياخذ برشا اشكال كيف ما كانت قالت تقول نجله. ينجم يكون ادمان على الماده الكحوليه، الادمان على المخدرات بانواعها، الادمان على الاقراص، الادمان على التدخين، الادمان على العنف، الادمان الجنسي. دونك فيه برشا انواع. مالوغوزمون ساعات نحن في مجتمعنا بسكو مانيش فاهمين برشا الظواهر هذيا، مانيش فاهمين اسبابها، مانيش فاهمين اشكالها، وشنو الاعراض اللي تنجم تقول لك اليوم الانسان هذا اسكو مدمن او غير مدمن. ديما يقول لك والله غلطه ولا نزوه وتو يفيق منها، والله غلطه وتو يتوب عليه ربي، ميساج خليه الوقت يتوب عليه ربي. هذوما من اكثر تدخل كلمات اللي في الظاهره هذيا نستعملوها، هو ما هو الا كلام يزيد يعمق المشكل ويزيد يخليه يتفاقم خاصة في الدرجة متاعو. دوك عمر رأيك في اللي كنا نحكيه فيه؟ بيه أنا رأيي في اللي كنت تحكيه فيه. بالنسبة لي أنا نمن اللي الصغير اللي ما عندوش باش نوا يعبي وقته بالحاجات البية، هو راهو الإدمان ينجم يكون حاجة إيجابية إذا احنا اليوم ندمنه على النجاح، إذا احنا اليوم ندمنه على أن نبنيه عادة. على خاطر أنك تبني عادة زيادة يدخل في الروتين متاعك ويولي لك إدمان جديد، اللي هو مثلا أنا كعمر أنت تحكي على المصلح متاع الإدمان الإيجابي. الإدمان الإيجابي هو الإدمان السلبي في حد ذاته إدمان وصنع روتين معناها للعبد، خاطر المخ شنو يحب. المخ إذا أنت وصلت ربطت حاجة بالسعادة متاعك وقال ربطت حاجة باش أنها تعطيك البليزير، تولي مدمن على الحاجة هذيك. إذا أنت تلقى حاجات أخرين تعوز بهم الحاجات ذوكم اللي هما
كوم كوا يصنعوا لك سعاده، لكن هما معناها الانتيغم راهم ما همش باش يصنعوا لك سعاده جمله، وما همش باش يعطيوك الكونفور. البدن والعقل ديما يلوج على الكونفور، دونك كاين علاش اليوم ما نخلقلوش الكونفور في حاجه اللي تساعدني الانتيغم، نبني عاده انها تكون لي ادمان جديد، يكون ادمان باهي. خاطر احنا اليوم قاعدين نحكيوا على انه كي نقولوا راي العبيد مش في بالها اللي هي باش تلقى معناها في الحاجات اللي عملوا فيهم اللي هما مدونين عليهم، كما نقولوا مثلا المخدرات ولا حاجه كيفنا كيكه نمشي في معناتها ديما نحكيوا على انه الشباب اليوم ما يلقى سعادته في الحاجات السعاده نتاعو في الحاجات الخايبه. لكن اليوم اذا احنا نقولوا انه راك تنجم تلقى ادمان جديد واللي هو ادمان ايجابي اللي باش يخليك الانتيغم تكون انسان ناجح في حياتك وتكون انسان بياني كيليبري في حياتك. اليوم نجمو نحكيو على ان نبدلو المعنى نتاع الكلمه انه يمشي ديما في الايجابي ستيريوتيب نتاعو، انه ديما نغزروا الكلمه من نفس المنظور، كان اليوم نغزروا هذه الكلمه ذيك منظور اخر. دونك اليوم نجمو نحكيو على التغيير. باه تري بيان، دونك يعطيك الصحة دونك عمر، عطانا مصطلح جديد، عطانا مفهوم جديد، عطانا نظرة جديدة. إفكتيفمون قلت لي أنت اليوم تحب تفسر علميا شنو معناها إدمان، اللي هو يقولك الإدمان هو الإحساس بالسعادة. دونك فما نشوة فما سعادة، علاش هو معناها ستان فينومين فيزيولوجيك، هو عامل أو 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 مصطلح فيزيولوجي. كيفاش يتفسر هذا؟ وقت اللي الإنسان يدخل في الروتين اللي هو الروتين اليومي فيفقد الإحساس بالسعادة، علاش؟ على خاطر فيزيولوجيا عندنا هرمونات تفرز في الدنة اللي هي جينيرالمون لا دوبامين، نوعين دوك هرمونات الدوبامين اللي هي تعطي أكل إحساس بالاكتئاب بالتوتر بالحزن، اللي هو يخليه سلوكنا كمتاع العزلة والانتواء اتسترا. دوك هذا هو دوك إحساس مقابل سلوك. يولي الانسان تنمو يدخل فك الاحساس الروتيني اللي هو ديما متقلق ديما حزين ديما مكتئب، يحب يخرج من الاحساس هذاك فيجرب حاجات. هي تبدا بنجرب دونك يجرب حاجه معينه، الحاجه هذيك تخرجوا مك المود اللي هو فيه المود بيان سور مؤقت صحيح. دونك يخرجوا مك المود هذيك، علاش؟ على خاطر الافرازات الفيزيولوجيه وافراز الهرمون باش يتغير من الدوبامين الى هرمون السعاده اللي هي السيروتونين، اللي هي تعطي هك النشوه والفرحه والاحساس بالسعاده. ونبداو حتى في مخاخنا قابلين باش نقبلوا الاختلاف والتغيير ونجم نبدل اي حاجه. دوك هذايا الاحساس بيسكو هو خرج منه كالنظام الروتيني اليومي، يحب ديما بيسكو هو مؤقت كيف ما قالت نجلة، ماذا بيه ديما يحسوا هذاك، علاش ديما يلتجئ للسلوك متاع الادمان هذاك، المادة هذيك يستعملها او السلوك، علاش احنا قلنا الادمان مش محصور في مادة، الادمان ينجم يكون حتى سلوك او عادة نستانسوا بها وديما نقتديوا بها. دوك هذاك يخرجوا فوالا يوصلوا لك الاحساس متاع البليزير والسعادة. دوك ماذا بيه ديما يحس الاحساس هذاك فيلتجئ للسلوك ما بين ذفين هو الادمان السلبي. دونك باش ينجم ديما يكون شيخ وعامل جو، لكن مالوغوزمون ما هوش فاهم اللي هذايا ما هيش تغيير لومور معناها المزاج متاعنا، ولكن تخل في خانة الإدمان. دونك هذا هو من عشكين علمين فسرته بالباهي، مفهوم مصطلحات بسيطة باش نجم العموم يسمعونا ويفهمونا. وانتم اللي تسمعوا فينا على 93، إذا عندكم أي رأي أو إضافة أو معلومات نجم تفيدنا في موضوعنا متاع اليوم عليكم كان تطلبونا على 70 035 120، احنا في استقبال مكالماتكم الهاتفية ورأيكم بيسور يهمنا ونجم يثري حصتنا. وسام، مفهوم الإدمان الإيجابي اللي كان يحكي عليه عمر، اسكو هو ينجم يكون بديل للإدمان السلبي أم نجم ناقعه في إدمان يخطيه بشقعه تحت خانة الإدمان؟ وإلا بتتخفم آليات أخرى تنجم تخلينا نخرج ونبعده من الإدمان هذا؟ والله الإدمان الإيجابي في نظريتي أنا هو نحسه إدمان وقتي، خاطر معناها مش تعدي وقت، معناها مش تحس مش تعمل نفس الحاجه هذيك، مش تحس روحك فرحان بها، مش عم تدخل تولي لك حاجه مدمنه عليها، تولي كل يوم تعمل فيها، تدخل معناها تولي فريكوتي. دونك ما خرجناش من المأزق، دونك بدلنا بوتيتخ نظام وقتية. روتيني لروتيني اخر، يمكن تدخل الآلية تختلف، اما قعدنا تدخل في نفس الفينومين. خاطر هو علاش
ساعات نحن كي نبداو هكا نحكيو على الوالدية الإيجابية والأساليب التربوية إتسيتيرا، يقول لك شو يقول لك؟ يقول لك بيان سور بين ظفرين جماعة التنمية البشرية، يقول لك فما العقاب السلبي وفما العقاب الإيجابي. ما في بالهمش اللي هو كلمة عقاب كلمة وحدها عندها معناها انعكاس سلبي ومعناها بطريقه مباشره على النفسيه نتاعنا. انت غير كتقول لي عقاب، بعد ما عادش يهمني في الكلمه اللي بعدها شنو باش تكون سلبيه ام ايجابيه، خاطر الامباكت نحن نقولوا الواقع نتاع الكلمه هذيك على نفسيتنا، شو يعمل المخ الدماغ نتاعنا باش ياخذ يلتقط الكلمه هذيك باش يحللها باش يحطها ليه في خانه الكلمات السلبيه وباش يعطي افراز هرمون اللي هو باش يحسك جوستمون بك التوتر والخوف واللونغواس اللي نجموا نحسوها من جراء كلمه عقاب، حتى ولو الآليات تختلف ولكن الكلمة في حد ذاتها تقلقنا. فما بالك جوستمون كلمة الإدمان، دونك نقولوا إدمان وبعد نقولوا راه إيجابي، ما نتصور هي في نفس الخانة. نجل الإدمان، الإدمان كي نحكيوا عليه كما قلت أنت، المخ أول ما يشرش مش يعمل رشرش مش يحطها في خانة الأشياء السلبية، ما عادش مش نرى أنا من بعد شنو صار. الإدمان يقعد إدمان ما فماش، حتى كمش نقول كلمة إدمان إيجابي شنو معناها؟ معناها مش نصنع روتين إيجابي لحياتي، اسمه روتين واسمه إدمان، معناها الزوز اللي هما مصطلحات سلبية. راهو فما ناس اللي احنا نروه مثلا احنا نروه ادمان سلبي، مش نعطيك مثال اللي هو الادمان على الطعام. فما ناس تاكل برش تدمن الطعام لتوصل الامراض اللي هي التفاقم الوزن. اي بالنسبة لي وليك والبرشة مستمعين نجموا يروها حاجة سلبية، الشخص اللي يرى فيها السعادة متاعه يرى فيها ايجابية، يرى فيها البليزير، يرى فيها اللي هو عايش اللي هو يجرب اللي هو يذوق اللي هو غرام غرامي صحيح هو غرامي. وساعات يقول لك لولا ذويقه ثانيه تنطعمها ثلاثة شبع يعني بكري حتى كل حاجه انا بكري حتى في السلام كي قلت نهار جربت وجمعه تعلمت لين ولات لي الحكايه سنيه تبدا بنهار ومن بعد تبدا الوتيره هي اللي تخليك تدخل في خانه الادمان. اذا احنا لهنا رغم ال معناها الموضوع اللي هو الاكل، كلنا نحبوا الماكله، لكن بالنسبه لشخص معين هو ولا له ادمان، وصلوا كما قالت مدام سونيا الامراض ومضره وغيرها. نقعدوا ماذا بينا كلمه ادمان نلقاو كيفاش نحيوها نفسخوها، نلقاو حافز جديد للحياه، ديما فما هدف جديد، خاطر انا شنو حياتي حققت الهدف هذاك مش تيح في الروتين، دونك هدف جديد ديما نصنع اهداف وتحديات جديده في حياتي اللي تخليني بالحق ما نقعش في فخ الروتين والادمان. ده عمر من قبيله تعمل لي هكا اعطيني رايك حتى كان مختلف بيان سور احنا لهنا معناها قاعدين نكومباريو في الكومبارابل اللي هو كيفاش تكومباري انت مثلا نقولوا العقاب، العقاب في الداتا بيز نتاع مخك معناها في الباز دوني نتاع مخك كلمه العقاب ديجا هي كلمه سلبيه معناها ومانيش باش ننكروا هذا، لكن اذا اليوم احنا نبدلوا المصطلحات السلبيه بالمصطلحات الايجابيه نجم نصنعوا فرق كبير، على خاطر انت كصغير تسنسوا من الصغرى اللي كلمه الادمان بالنسبه ليه ما تعني حتى شيء، كان انه يدمن على حاجات باهيه. مثلا انا راني كي نقول لي انا مدمن على السبور ولا نقول مثلا انا راني مدمن على النجاح، راهو الكلمه هذه في حد ذاتها اللي انا ندخل المخ اللي انا الحاجه هذه ما نجمش نستغنى عليها، ما نجمش نستغنى على لونترينمون، ما نجمش نستغنى على اني نتعلم ويكون عندي كل التعطش باش اني نتعلم باش اني نشوف دي زانفورماسيون جدد. باش تعطيك الكلمه انك تخلق اوبسيشن جديده، سامحوني انا مقرب ساعه وتعرفوا السيزون معناها قاعد يتبدل الطقس وكل عايشك مع المعلومه والله فرهتني شكرا أما بالرسمي معناها ردوا بيكم ردوا بيكم الناس الكل على رواحكم، خاطر انا راني نحب نعمل سبور وفي نفس الوقت جربت دونك مشيت تعبت مش نورمال. اما بالرسمي اذا سمحني عمر باش نستسمحك دقيقه بركه باش ندخل معاك في اللي قاعد تقول فيه، راهو نحن كشباب عندنا مصطلح نستعملوه في اللي كنت تحكي فيه، يقول لك انا اكرو سبور، انا اكرو حاجه معناها يحب يقول لك معناها راني نحب مغروم مغروم اكرو الحاجه هذيك معناها يحبها بطريقه غريبه جدا ومعناها وقد ما يمارسها مولع. ولا قد مولع صحيح مولع. ولا مولع
نقولوا انا اكرو سبور اكرو ماكله اكرو عشان شاريين لبسه ايتترا بي اوكي الحمد لله طلعت شباب اكثر من عمر ريت ريت الحكايه مش حكايه تمر لانه انت شباب مدام سونيا معناها جو كيفيت قلت لك مدام شفت لي كونتراديكسيون سامحني ريت كيفي اما اي ممكن نبدل المصطلحات اما بالرسمي نخليو رواحنا انه نحطوا المفهوم في العقل الباطني نتاعنا اي بالرسمي البوان ذي مهمه على الاخر ذكرتها مدام سونيا انه العقل الباطني نتاعنا راهو يسمع فينا أكيد. وراهو قاعد ياخذ منا في معلومات انا مثلا كان مش نعطي نصيحه انا منزلك اكتشفتها ليامات اللي لازمنا نعملوا نحب نحيها كلمه روتين لازمنا نسنسر واحنا كي نقوموا الصباح ونقولوا حاجات ايجابيه لمخنا لازمنا نقولوا معلومات باش المخ كي خزنها يفيدني نهار اخر انه انا اليوم كي نقوم الصباح ونقول انا راني انسان ناجح انا انسان يخدم كان على النجاح نتاعو كي نرقد كيف كيف ما نعرفش شنو قولها باللغه اللي تحب عليها اما راهو العقل الباطني نتاعنا راهو اكثر عدو للانسان هو العقل نتاعو اذا انت العقل نتاعك تغذيه بالسلبيات واذا انت العقل نتاعك تغذيه كان بالفشل راهو باش يدور عليك واذا انت عقلك الباطني تصنصه كان بالحاجات الباهيه دونك ما يعطيك كان الباهي اتم بعد نعطيك اسيست تشوف قداش العقل الباطني نتاعك باش يقوم شيخ وعامل جو عايش عايش تو سويت دونك معانا بالهاتف دونك مدام نسرين بن بلقاسم مرحبا مرحبا بك مدام نسرين دونك نقدمك دونك انت باحثه في استاذه وباحثه في علم الاجتماع مرحبا عايشه دونك شكرا على تدخلك معنا اليوم موضوع حصتنا عاش كان كنت ديجا تسمع فينا اللي هو الادمان بجميع انواع ظاهره الادمان اللي قاعده تتفاقم في المجتمع نتاعنا اليوم اللي ولات تاخذ اشكال مختلفه ما عادش منحصره كان على تعاطي ماده او 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 اقراص او ماده كحوليه او التدخين او الادمان الالكتروني او الادمان الجنسي او الادمان على العنف دونك خذ برشا اشكال وبرشا الوان وكيف كيف زاد ولا يمس برشا شرائح عمريه كانت قبل منحصره للامانه كيف ظاهره الهجره الغير نظاميه على الشباب ولكن اليوم الراو اللي فما برشا حالات ادمان حتى في صفوف الاطفال مدام نسرين رايك في الموضوع هو بالنسبه يعني ظاهره الادمان يعني كيف ما قلت انت ما عادش يعني نحكوا على الادمان كونش على الكحول والا المخدرات خاصه اليوم ظاهره الادمان يعني بدينا نشوفوها تمثل الفئات الاجتماعيه لكل الفئات العمريه الكل يعني نحن كنشوفوا الاطفال اليوم نتاعنا القصر كيفاش مدمنين على الهاتف الجوال والا وسائل التواصل الاجتماعي والا الالعاب الالكترونيه فبني ونقاو زاد القمار الالكتروني كيف كيف الاطفال راهو يلبسهم برشا القمار الالكتروني وخاصه نشوفوا يعني الرهان الالكتروني اي الرهان الالكتروني وخاصه نشوفوا عمليه الاشهار للرهان هذايا سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في الاعلام يعني لاحظنا انه حتى في التلفزه نتاعنا اليوم فما تشجيع على الرهان الالكتروني والا القمار باش تكون تفهمنا اكثر يعني اليوم كاينا ولينا يعني ديما نقول في المجتمع نتاعنا تقلبت الموازين وفما تراجع كبير للقيم القيم والمبادئ والاخلاق يعني تقع اليوم في وسائل الاعلام في تلفزة يشجع لك يعني الأطفال وإلا الشباب وإلا نحكي عن الأطفال خاطر هما في عمر يكون حساس هرش نفسيتهم هرشة ينجموا يتأثروا يدخل في الطيار هذاك متاع الرهان الإلكتروني يعني ويولي مدمن على الألعاب الإلكترونية كيف كيف نقاو زادة مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي يشجعوا الفئات العمرية هذه على الألعاب يولي الصغير يقضي يعني الوقت نتاعو الكل في الألعاب هذيك قدام البيسي قدام التليفون يسبب له زادة تأثيرات سلبية سواء على الحياة الاجتماعية متاعه على الحياة الدراسية متاعه تلقى صغير ما عادش يركز لا في القراية متاعه لا يقوم بأنشطة لا يحكي مع العائلة متاعه يعني اليوم العائلة راولينا نفقدوا الحوار نعيشوا حالة متاع تفكك أسري كبيرة جراء الإدمان سواء كان إدمان على الألعاب الإدمان على الهاتف الإدمان على المخدرات الإدمان على الكحول يعني اليوم ساهم بدرجة كبيرة في التفكك الأسري اللي عايشين فيه اليوم حتى على العنف يعني نقاوز العنف حتى على العنف مثلا نقاوز العنف الأسري اليوم كيكون الزوج يعنف في زوجته يعني يولي له حالة متاع إدمان
حالة إدمان إنه يعني مهما كانت مادي ولا يعنف في زوجته، سواء كان عنف ضبطي، عنف مادي، عنف جنسي، يعني عنف اقتصادي، يعني مهما كان نوع العنف تقال للزوج وإلا على الأبناء متاعه، دونك يمارس القوة متاعه وكالسلطة وكالنوع متاع الإدمان اللي هو تحول إنه يمارس العنف هذاك على أفراد العائلة. نسمع فيك مدام مصري. بالنسبة للأسباب، والله اليوم نلاحظ يعني المجتمع متاعنا يعاني أزمة اجتماعية كبيرة وأزمة اقتصادية كبيرة، وكيكون الأشخاص يعني مهما كان العمر متاعهم، يعني سواء كان نحكوا على الأطفال وإلا الشباب وإلا حتى ناس الكبار، يعني كهول وإلا شيوخ، يعني كيكون المجتمع فيه أزمة والعائلة تعاني أزمة، تلقى يعني الاندماج ضعيف برشا للأشخاص، تلقاه في صفيصة يمشي يدخل في التيار هذايا نتاع الادمان، باش كي مثلا باش نحكيو على الادمان نتاع المخدرات، راهو نحكيو على الظاهره هذه ولات موجوده في المدارس نتاعنا، يعني اليوم تقديش يشدوا من المدرسه ومن المعهد، مراوجين في وسط المعهد وفي وسط المدرسه في وسط المدرسه الاعداديه الكوليج، يعني دليل يتعطاوا الماده هذه حتى في وسط المخدرات الاطفال الصغار، يعني دليل اللي العائله اليوم فقدت دور الأساس تحت الاجتماعية، المدرسة كيف مازال نقاو أطفال وقصر يدخلوا في الطيار هذايا، كيف نقاو حتى ناس معروفة صحات أنت على وسائل التواصل الاجتماعي هبطوا أخبار، تلقى شخصية معروفة يعني في الوسط بتاعنا وتلقاها معروفة بالبداية يقول لك تشوف في قضية مخدرات، أنت بينك وبين روحك تقول يعني شنو هو السبب اللي يخلي الشخص هذاك يمشي في الطيار هذايا، يعني باش تلقى أسباب كبيرة برشا، مهما كانت أسباب اقتصادية أسباب اجتماعية، تفكك أسري، فقر، خاطر نحن كي تجينا أزمات رغم يعني نهربوا من الواقع نتاعنا، ما عندناش ثقافة مواجهة الأزمات، ما عندناش نخافوا طول نمشي ونهربوا، يا يهرب للمخدرات، يا يهرب للكحول، يا يولي عنيف، يا يولي يدخل في الإدمان، فما شكون حتى يوصل يدخل في الإرهاب، دليل إنه لحظة الضعف هذيك يولي الإنسان يهرب من الواقع نتاعه ويحب ينسى الواقع اللي هو عايش فيه، دونك يدخل في الطيار، مع ثم يعني شكون يستقطبوا، خاطر الاستقطاب نتاع الناس اللي عندهم يبداو في هشاشة نفسية صحيح، ولا عندهم يسهل استقطابهم، يستسهل استقطابه باش يدخل في الطيارات هذيك، علاش ديما نشددوا بالنسبة للأطفال ماذا بينا يعني العائلة ترجع للدور نتاعها والحوار مهم وبالحق، خاطر أنا نشوف برشا أولياء برشا صغارهم يبداو في عمر صغير بالكدا بالكدا ترتاح من مثلا الوالي باش يرتاح سوى الام ولا البو، ما تحس نتاعو يعطيه تليفون شد العب وهذاك انت راك قاعد تحطم هذاك اللي هو صغير. واضح، شكرا مدام نسرين على التدخل نتاعك وعلى المعلومات القيمه اللي فتنا بها، شكرا لاستماعك وخاصه استماعك جوستمون لبرنامجنا على موجات اذاعه الحياه افام، وانتم زادة اللي تسمعوا فينا على 93 تنجموا تتفاعلوا معنا تعطينا رايكم، علاش لي اذا كان عندكم تجربه تحبوا تشاركونا فيها تنجموا تطلبونا على 70035120، مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية، أو تنجموا تخليونا كومنتير على برنامجنا النحكي وعلى صفحتنا الحياة أفام. حب جست نذكر اللي حياة أفام تقوم بمسابقة بمناسبة المولد النبوي الشريف، هي المسابقة ذي تتمثل في أكثر شخص ينجم يبرتاجي لبروغرام متاعنا الكل، ينجم يكومنتي وينجم رياكتي، معناتها تنجم تحط جيم، تحط تعليق، تنجم تحاول تبرتاجي البرامج الكل قاعدة تتبث تيلة 24 ساعة، وأكثر إنسان يقوم بالرياكت هذية يربح معنا نهار الأربعاء تيغاجو سو 500 دينار كاملين. فوالا، دونك هذه هي مسابقتنا الحياة فهم طريقتنا، نحب نتمنوا لكم الكل الناس الكل إن شاء الله مولد نبوي شريف، وبهكا الناس الكل تكون فرحانة والناس الكل بيان سور تحصل لها الفايدة حتى من خلال برنامجنا. نخرجوا استراحة موسيقية، قعدوا مبرونشي على 93، ما تبدلوش المودة.